السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي أخواتي وكل المتتبعين والمتتبعات الوفيات للقناة نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم على خير وبخير وصحة جيدة يا رب مرحبا بكل من يشاهد القناة سواء داخل المغرب أو لخارج المغرب نتمنى إن شاء الله أن القناة تنال إعجابكم ورقص استحسانكم المحتوى المطروح مرحبا بكم في قناتكم قناة اللي كتهتم بتعليم طرز رباطي باليد نبات بالإضافة لأعمال يدوية متنوعة إن شاء الله الفيديو ديال اليوم غادي مع بعض رشمة الريشة غادي نخدموها بغرزه الحبيك في الطرز الرباطي وايضا تنبات العقيق مهرس نتمنى انكم تستافدوا من الفيديو الى عجبكم ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب وايضا تشاركوه مع الاصدقاء ديالكم ولا كنتوا اول مره غتشاهدوا القناه مرحبا بكم فما ترددوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو باللون الاحمر اشتراك سبسكرايب ابوني وايضا تفعلوا الجرس باش يوصلكم اشعار بكل جديد نخليكم مع الفيديو على بركه الله اصدقائي اخواتي وغنبداو ان شاء الله الفيديو ديالنا كان سبق لينا وخدمنا مع بعض تعمار طرز او لا غرزه الحشو يعني ضربه طرز رباطي بشكل عادي في الفيديو السابق ايضا طبقنا مع بعض طرز المروازي او لا غرزه الظل ما يعرف بالضفيره او لا السبوله ان شاء الله نزولا عن الرغبه ديال العديد من الاخوات اللي طلبوا اننا نطبقوا مع بعض طريقة ديال الخدمة ديال هاد الريشة هذه إن شاء الله غادي نخدموها مع بعض بطرز رباطي بتقنية الحبكة وأيضا بالتنبات اذا على بركه الله كما كتلاحظوا الرشمه اللي غادي نخدم عليها ان شاء الله هي هذه غادي نخدموا النصف الاول بطرز رباطي بتقنيه الحبكه والنصف الثاني غنستعملوا فيه التنبات غادي نحتاج ابره ديال الطرز رقم خمسة وغادي نحتاج ايضا خيط ديال سقلي الصم اللي برمته على خمسه ديال الشعرات مضوبلين يعني في المجموع عندي على عشرة ديال الشعرات بالنسبه للاخوات اللي ما شافوش الفيديو اللي فيه طريقه برم السقلي اولا كيفاش كنفتلو الصم غادي نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف اذا على بركه الله غادي نبدا الخدمه ديالي اول حاجه غادي نثبت الخيط في الثوب ودائما السقل اللي ما كنستعملش نهائيا عقده كنثبت فقط من هاد الاوينات او هاد الحلقات اللي كنكون برمت بهم اذا بهذه الطريقه غادي نبدا الخدمه ديالي من الراس ديال الريشه اولا من البدايه ديال الريشه اذا ثبت الخيط ديالي غادي نعتمد في الخدمه على الخط ديال الرشمه اللي عندي في الوسط وعلى الخط ديال الرشمه اللي عندي في الجهه اللي كنخدم يعني في النصف الاول الخيط عندي خارج غادي نخليه من الفوق غادي ندخل الابره ديالي في الخط ديال الرشمه اللي في الوسط وغادي نخرج الابره مباشره قريبه من الضربه الاولى اولا من الغرزه الاولى ما نخليش فراغ ما بين الغرزه والغرزه باش هكا الوسط ديال الريشه اولا الوسط ديال الرشمه ما يجينيش فيه الفراغ بزاف اذا كندخل الابره هذا الخيط اللي عندي خارج من الفوق كندوزو من تحت الابره اذا بهذه الطريقه بحال كنشكل واحد الحلقه يعني هذا الخيط كندوزو من تحت الابره غادي نسحب الابره ديالي دائما من يكون كنخدم في نحاول اني نجر الخيط غير بشويه ما نجروش بسرعه باش ما يتخبلش وايضا باش ما لان يعني العديد من الاخوات كيسولوني ملي كنكون كنخدم ترز بالسقلي واش الخيط ما كيجرحنيش الا جرينا الخيط بسرعه فيقدر يجرحنا خصوصا في الجناب ديال صبعنا داكشي علاش ملي نكون كنسحب كن الخيط فنحاول انني نسحبه غير بشويه اذا كما لاحظتو خرجنا الخيط ديالنا وعندنا الخيط دايز من تحت الغرزه اللي خدمنا يعني فاش كنكونوا كنخدموا تاع مار ترز اولا غرزه الحشو دائما الخيط كيكون كي عندنا من بعد الغرزه لكن في التقنيه ديال الحبيك في الطرز دائما الخيط كي يكون عندنا خارج من تحت الغرزه اذا هذا الخيط اللي عندي خارج غنخليه الفوق غادي نرجع نضرب الابره ديالي في الخط ديال الرشمه اللي عندي في الوسط مباشره الخط ديال الرشمه في النصف الاول اولا في النصف اللي انا كنخدم به وما نخليش نهائيا فراغ ما بين الغرزه والغرزه بهذه الطريقه والخيط ديالي اللي خارج الفوق غادي ندوزو من تحت الإبرة أو كنسحب إذا كيما لاحظتو غادي نعاود معاكم الطريقة راها سهلة مصعيباش أو تقنية الحبيك في طرز رباطي كتعتبر هي أسهل تقنية أولا أسهل غرزة إذا كيما لاحظتو راه عندي حلقة بحال مكونة واحد الحلقة والخيط ديالي خارج في الوسط منها يعني الإبرة كنخرجها من تحت الخيط او لا عفوا الخيط كيكون كي من تحت الابره اذا بهذه الطريقه نتبع فقط الخط ديال الرشمه اذا كما لاحظتوا عندي حلقه مكونه لي هنا واحد الحلقه الابره ديالي خارجه من فوق الخيط اذا بهذه الطريقه غادي نبقى مستمره حتى غادي نعمر النصف الاول كامل غادي نحاول ان نخدم معكم مسافه اطول بلا ما الفيديو باش الطريقه تكون واضحه ومفهومه ان شاء الله غير حاول ما امكن ان الضربات ديالكم يكونوا قراب من بعضياتهم وتخليوش فراغ ما بين الضربه والضربه يكون كبير باش هكا الوسط ديال الرشمه اولا الوسط ديال الموتيف اللي نتوما كتعمروا يجيكم عامر إذا لاحظتوا اخوات الحبكات ديالي ها هما باينين اذا باش ما نطولش عليكم الفيديو بزاف انا غنستمر بنفس الطريقه حتى غادي نعمر النصف الاول ديال الرشمه ديالي كامل ونرجع باش نعمر معكم النصف الثاني بالتنبات كما كتلاحظوا معايا تقريبا الخيط ديالي ولا قصير ما ليش نزيد نكمل به الخدمه داكشي علاش لازم انني نثبته بغيت نوريكم الطريقه اللي كنثبت بها الخيط ملي كنكون كنخدم غرزه الحبيك ملي نكون كنخدم طرز رباطي عادي راني يعني كنكمل الخدمه ديالي في النهايه ديال الغرزه وكنرتق الخيط ديالي في الظهر ديال الثوب يعني في الظهر ديال الخدمه لكن ملي نكون كنخدم غرزه الحبيك ونبغي نرتق الخيط ما نضربش الابره ديالي في وسط من الغرزه يعني ما نجيش لهاد المكان هذا الوسط الغرزه وندخل الابره ديالي لازم انني ندخل الابره خارج الغرزه اذا كيف ما غادي تلاحظوا غادي ندخل الابره ديالي خارج الغرزه ما كندخلهاش في قلب الغرزه لان الا دخلتها في قلب الخدمه من الداخل الخدمه ديالي غادي تحل داكشي علاش لازم انني نثبت الخيط خارج الغرزة باش الغرزة ديالي تبقى ثابتة من بعد غادي نرتق الخيط في الظهر ديال الخدمة نبدأ بخيط جديد ونكمل الخدمة إذا باش نرتق الخيط ديالي غنحاول أنني ندير عقدة صغيرة في النهاية ديال الخدمة وندخل الخيط ديالي من تحت الخدمة كاملة ونولي نثبت بعقدة صغيرة في نهاية الخدمة اذا بهذه الطريقة غادي نولي نرجعه من تحت الخدمة باش كنتأكد ان الخيط ديالي ما غيرتحلش. اذن اذا بحال هاك غادي ناخد خيط جديد كانت واحد الاخت سولاتني كيفاش كندير ندخل الخيط ديالي في الابره الطريقه سهله كيف ما كندخلوا اي خيط ممكن اني ندخل الخيط ديال السقلي اذا دخلت الخيط ديالي غادي نجي لهذا الخيط اللي خليت خارج اللي رتقت من قبل وغادي نضرب الابره ديالي ونهز معايا هذاك الخيط وعاد نزير يعني ما نقطعش نهائيا الخيط اللي كملت بالخدمه حتى نرتق خيط جديد اذا بحال هكذا دي نرجع للخدمه ديالي نولي ندخل الابره في وسط الخدمه هاد المره يعني فاش كنبغي نرتق كنرتق خارج الغرزه فاش كنبغي نبدا خيط جديد في وسط الخدمه فكندخل الابره ديالي في وسط الغرزه وردي نخدم بشكل عادي كيف ما كنت كنخدم من قبل نحاول انني نقرب ما بين الغرز ديالي اولا ما بين الضربات اذا كيف ما كتلاحظوا فانا بديت الخدمه ما كيبانش نهائيا فين تسالى ليا الخيط اولا فين رتقتو كتمشي الخدمه ديالي كامله مقاده بحال راني خادماها بخيط واحد انا غادي نستمر اخوات غادي نعمر هاد المسافه اللي بقات لي بنفس الطريقه اللي خدمت معكم ونرجع إليكم خواتي كيف ما كتلاحظوا معايا بعد ما كملت الخدمه ديال النصف الاول من الريشه او من الرشمه ديالي بطرز رباطي بغرزه الحبيك الشكل النهائي اللي حصلت عليه هو هذا كيف ما كتلاحظوا ان شاء الله دابا غادي ندوزو نخدمو مع بعض النصف الثاني غادي نستعمل عقيق مهرس وغادي نخدم على شكل خطوط باش نعمر النصف الثاني من الريش اذا غادي نحتاج ابره ديال التنبات رقم 12 اولا رقم عشرة وغادي نحتاج خيط اللي كندوبلو فقط على جوج ما كان الخيط نهائيا على اربعه لان الا دوبلت الخيط على اربعه وبغيت نولي نرجع ونرتق الخدمه ديالي فغنولي بحال مدخلات من ديال الخيوط في العقيقه يقدر العقيق يكون العين ديالو أو الفتحه ديالو ضيقه ما غتستحمش انها تدخل كعدد العدد كامل ديال الشعرات ديال الخيط داكشي علاش الخيط كندوبلوه فقط على جوج وكنرتقو الخدمه ديالنا مزيان وما كنستعملش نهائيا الشمع في الخيط مؤخرا بعد الاخوات قالوا لي بلي كيستعملوا الشمع الخيط ديال التنبات انا الخيط ديال التنبات ما عمري استعملت ليه الشمع وما كنستعملش نهائيا الشمع لا سواء في الخيط ديال التنبات او لا في طرز الرباط اذا على بركه الله بالنسبه للخيط اللي كنكون غادي نخدم به التنبات كندير فيه عقده صغيره في الطرف وغادي نبدا الخدمه ديالي من المكان اللي بديت به طرز الرباط اذا على بركه الله غادي نستعمل العقيق ما مهرس غادي نبدا الخدمه ديالي بثلاثه ديال الحبات ونشوف على حسب طول ديال الرشمه شحال غيدخل ليا اذا على بركه الله كيف قلت لكم غادي نبدا الخدمه ديالي بثلاثه ديال الحبات ديال العقيق ونشوف على حسب طول ديال الرشمه الطريقه ديال العقيق راه ساهله ما صعيباش اذا كيف قلت دخلنا ثلاثه ديال الحبات ديال العقيق غندخل الابره ديالي ما بين العقيقه الاولى والثانيه باش نرجع نرتق العقيق ما يتحركش ليا نهائيا اذا بحال هكذا مجددا ناخذ ثلاثه ديال الحبات ديال العقيق غادي نحاول انني نخلي واحد المسافه خاويه في الوسط ديال الرشمه تقريبا واحد الخط على طول الرشمه اللي من بعد غادي نرجع ونعمر كما كتلاحظوا كنرجع نثبت العقيق ديالي مزيان ودائما نتبع الخطه ديال الرشمه يعني مثلا ملي نكون غادي نخدم في هذه هاد المسافه هذه هي مسافه اللي هي صغيره كيف ما كتلاحظوا يعني غادي نستعمل عدد حبات ديال العقيق قليل لكن الا كنت غنخدم مثلا في هذه هاد المسافه هذه فغادي نستعمل عدد ديال الحبات ديال العقيق كثير اذا باش ما نطولش عليكم بزاف انا غادي نستمر في الخدمه ديال العقيق مهرس كنظن ان الطريقه ديالو راه سهله وواضحه وغادي نرجع باش نكمل معكم بقيه الريشه اولا بقيه الرشمه بالخدمه ان شاء الله حبيباتي اخواتي من بعد ما كملت الخدمه ديال الريشه كامله كيف ما كتلاحظوا الشكل النهائي اللي حصلت عليه ممكن انكم تطبقوا هذا الرشمه بطرز رباطي من الجهتين يعني تخدموها كامله بطرز رباطي كيف ممكن انكم تخدموها كامله بالتنبات كيبقى على حسب الاختيار ديالكم على حسب الموديل اللي كتخدموا ان شاء الله بقات اخر مرحله غادي نعمروا الوسط ديال الريشه اللي خليت خاوي ممكن تعمروه باش ما بغيتو ممكن تستعملوا الجوهر ممكن تستعملوا لي خاص ممكن تستعملوا اي حاجه على سبيل المثال كاين هاد الحجيرات الصغار هادو كما كتلاحظوا هادو هما اصغر قياس ممكن انكم تستفوهم على الطول ديال الرشمه كاينين ايضا في قياسات كبيره لكن انا كنفضل ملي تكون عندي رشمه بحال هكا وغنعمر الوسط ديالها من الاحسن اني نستعمل قياسات صغيره هذا بالنسبه للحجيرات ممكن كيف ما قلت لكم ايضا انكم تستعملوا لي زيستراس بهذا الشكل هذا غادي تحطوا لي ديالكم وتثبتوه في الوسط انا شخصيا غادي نعمرها بالعقدة الفرنسية وغادي نعمرها ايضا بالزمرد اذا غادي نشارك معكم ان شاء الله الطريقة غادي نبدا في البداية بالزمرد غادي نستعمل زمرد في اللون الاخضر واستعملت القياس ديال الزمرد صغير يعني ما كان اني نستعمل قياس اللي هو كبير اذا على بركة الله غادي ناخد حبات ديال الزمرد كيف ما قلت لكم استعملت قياس اللي هو صغير كيف ما كتلاحظوا غادي ناخذ ثلاثه ديال الحبات اذا غندخل الابره ديالي في الثوب ونرجع ما بين الحبه الثانيه والحبه الاولى باش نولي نثبت الزمرد ديالي مزيان اذا بهذه الطريقه ما غاديش ما غاديش نحيد هذا الخيط غادي نخليه عندي من الفوق انا ديجا راني متبته الخيط ديال السقلي غادي ندخل الابره ديالي وغادي نخدم العقده الفرنسيه اذا واحد جوج ثلاثه كيف ما سبق وشرحتها لكم من قبل ثلاثه ديال اللويات على الابره وغادي نسحب الابره للاسفل غادي نخدم ايضا ثلاثه ديال الحبات ديال العقده الفرنسيه باش غادي نمشي بالخط ديالي ثلاثه ديال الحبات ديال الزمرد وثلاثه ديال العقدات على طول الخط ديال الرشمه اذا بهذه الطريقه دابا غادي نرجع الخيط اللي خليت عندي من الفوق غادي ندخلو بجانب العقده الفرنسيه الاخيره اللي خدمت ونولي نخدم ثلاثه ديال الحبات من جديد ديال الزمرد باش ما نطولش عليكم بزاف انا غنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الخط ديال الرشمه اللي عندي في الوسط كامل وغادي نرجع باش نشارك معكم الشكل النهائي ان شاء الله وهذا هو الشكل النهائي اللي حصلت عليه بعد ما كملت الخدمه ديال الريشه اللي خدمنا مع بعض اولا الرشمه اللي طبقناها مع بعض استعملنا غرزه الحبيك في طرز الرباطي في النصف الاول من الرشمه استعملنا ايضا تنبات العقيق مهرس في النصف الثاني بالنسبه للوسط ديال الرشمه فانا اخترت انني نعمره بحبات ديال الزمرد بالاضافه للعقده الفرنسيه كيبقى اختياري لكم ممكن تستعملوا اي حاجه متوفره عندكم او على حسب الرغبه ديالكم كيف ما قلت لكم ممكن تستعملوا لي ممكن تستعملوا احجار صغيره او لا الجهر كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو ديال اليوم ويكون الشرح واضح ومفهوم اي تساؤل اي استفسار ما ترددوش انكم تخليوا لي تعليقاتكم ان شاء الله اي حاجه ما واضحاش نعاودوها مع بعض في فيديو مقبل اذا عجبكم الفيديو ديال اليوم واستفدتوا منه ما ترددوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب وايضا تشاركوه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم وإذا كنتوا اول مره غتكتشفوا القناه مرحبا بكم ما ترددوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو باللون الاحمر اشتراك ابوني وايضا تفعلوا الجرس باش يوصلكم اشعار بكل جديد على امل لقاء بكم في فيديو مقبل ان شاء الله مع درس جديد وتقنيه جديده دمتم في امان الله والسلام عليكم